طبعا أكدت دراسة حديثة أنه أكياس الشاي والمشروبات الساخنة بشكل عام إذا نبغى نحكي تحتوي على كميات لا يستهان بها من الجزيئات البلاستيكية، طبعا تعرف علميا باسم مايكرو بلاستيك، طبعا وأنها ممكن تهدد صحة الإنسان والأشياء هذه. يعني السوالف اللي يقولوا لنا اللي يقولوها لنا أمهاتنا لا تشربون بدل الأكياس لأنه مدبسة على قولتهم. طبعا راح نعرف تفاصيل أكثر عن هالدراسة هذه والأضرار اللي ممكن تكون أو ممكن تصير مع الدكتور إبراهيم العريفي. حياك الله دكتور. الله يحييك. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مشاهدين. أهلا وسهلا. شوف هذه الدراسة جت على مزاج الأمهات صراحة. إيش صحة هالدراسة هذه؟ الدراسات كثيرة، أحيانا تلقى دراسة وأحيانا بعد فترة تلقى يناقضها. صح. ولكن بشكل عام عموما الأكياس الشاي ما نبغى نسمي ماركات اللي يعني أسوأها اللي فيه دباسة حديد، طبعا هي بولي إيثيلين، بولي إيثيلين من البترول، والبترول الآن منه كل شيء، لو الملابس لو كل شيء. فهذه فيها أحيانا مع الماء الساخن اللي مثلا غليان في جزيئات بسيطة تهاجر من الكيس إلى الشاي، وخاصة في وجود بعد إيش السكر فهذه الجزيئات طبعا كلمة مسرطنة ما في شيء اسمه مسرطن مثل الجزيئات هذه ما هي مسرطنة، لكن تؤثر على الجسم، على الهضم، على المعدة، اللي عنده قولون تقرحي، اللي عنده مثلا كرون ديزيز، يعني هي غير مرئية ولكن تسبب مشاكل، اللي عنده قرحة، اللي عنده الجسم قد يمتصها لأنها لا ترى، جزيئات صغيرة لا ترى بالعين المجرد، وتمتص عبر الدم فيهاجمها برضو الجسم على اساس انها اجسام غريبه في الدم. فهذه مؤثره لا شك، والافضل انها بدون، والشاي يغسل اصلا غسله اولى يعني بسيطه لانه فيه ممكن اتربه في اشياء، ثم بعده يستخدم الشاي اللي بدون اي يعني اكياس. يعني انت تفضل الشاي الفرط اللي على قولة أهل أهالينا، الشاي الفرط مش التلقيمة. التلقيمة تمام. طب دكتور إبراهيم كمان عندي استفسار، في كمان أكياس شاي بس فيها لزق زي صمغ، حاجه صغيره يا صمغ يا دباسه يا بدون، هذه انا لا افضلها حقيقه، خاصه اللي يستهلك كل يوم كاسين ثلاثه. لكن واحد في الاسبوع مره ما اتوقع عليها مشاكل، انما الافضل فيه نوع من الكتان او القماش القطن، وهذه غاليه اصلا وما هي مجديه اقتصاديا. فما صعب انها تستخدم على مدى يعني تجاري كبير، انما هذا السائد الان اللي في العالم المفترض اذا ما قدامك الا هذه المفروض انك ايش تشق الكيس وتضعه في الكاميرا. يعني عادي لو شقينا الكيس ما هي اسوء. دكتور ابراهيم من فتره انا قريت موضوع بخصوص محور حديثنا على المايكرو بلاستيك بشكل خاص، حذروا من الملح ومن السكر، وقالوا انه في مايكرو بلاستيك فيها كثير، يعني بالذات الملح التجاري، ويعني في اشياء حتى يعني مواد غذائيه بشكل عام، لكن الملح خصصه والسكر اذكر، وحضرتك الحين كنا نتكلم الان عن الشاهي، فنبغى نعرف المايكرو بلاستيك وش تاثيره علينا؟ وهل يعني احنا كيف نتجنبه في حياتنا اليوميه بالغذاء بشكل عام؟ الملح كملح الان قصدك انه فيه ملوثات؟ فيه ملوثات، نعم. هو ما في مادة يعني غذائية في مطبخ البيت أو في المطاعم يعني 100% سيف آمنة. نعم. الملح بشكل عام هو كلوريد الصوديوم، لكن فيه أحيانا شوائب يختلف من الملح البحري إلى الصخري إلى الملح المنتج مثلا في مصانع مكرر، فلابد من يعني أكيد أنها موجودة الملوثات هذه، حتى معدنية ممكن يكون أو معادن أخرى، إضافة إلى الشوائب مثلا غبار أو الشوائب، فدائما استخدام هذه الأشياء خاصة الأعشاب مثلا غسيلها مهم، الغسيل مهم. إنما الملوثات بشكل عام لو تجي تنظر إلى كل شيء، فرض الأسماك الدجاج الأشياء، فيه ما يخلو ما تخلو من أشياء، مثلا مصدرها البحر، والبحر قد يكون فيه ملوثات، وقد
فبتوسوس ما انت ماكل شيء والله. لكن انه السم بالله وكل ايه فالخضار يعني والفواكه برضو من مصادر غير موثوقه قد يكون فيها مبيدات وقد صح هذه الملوحات كثيره يعني مو بس وقفت على ذي. لكن بشكل عام اطمئن يعني انا من خلال عملي سابقا في البلديات عملنا دراسات على الملوثات بشكل عام نعم. يعني ليس بالوضع المخيف بس الخضار اللي انت ذكرته تو امهاتنا ترى ما ياكلونها اياها كذا يحطونها بشيء ويحطون خل وملح وما ادري ايش عرفت فيغسلونه فهذه ممكن من طرق الحمايه دكتور. نبغى كمان يعني انا الحين وسوست بالسكر اقسم بالله مع انه انا ما احب السكر يعني كثير بس هل ننخل السكر عشان تطيح الشوائب؟ وش نسوي؟ يعني كيف نحمي نفسنا من جد؟ الشوائب يعني السكر اصلا غير مفضل لو هو نقي 100% غير مفضل يحلى بدبس العنب بالعسل بكذا افضل أوكي. لكن لو استخدم السكر ف يعني ممكن يكون لو غسلته ذاب اكيد يعني ما ينغسل لا هو تخيل هذا اني اغسل السكر ما تجي فلذلك يختار الانسان براند نيم او ماركات معينه نقيه مامونه امنه امنه فهذه واحده. الناحيه الثانيه انه الانسان يعني زي ما يقولوا ما يوسوس كثير في أشياء معينة إلا اللي خطرة عارف أنها خطرة وينوع يعني من مشترياته في يختار الأورجانيك العضوي أي شيء فيه عضو يعني عضوي إن شاء الله أنه آمن إن شاء الله. سواء سكر ولا غيره دكتورة يعني أنا سمعت الأورجانيك كانت سكام أو يسمونها زي ما تقول خدعة ماركتينج أو خدعة تسويق الأكل العضوي طيب مو عن شيء بس أنا واحدة مهوسة بهذه الأشياء أحب الأورجانيك وأدوره أروح مثلا الستورز حقت الأورجانيك تلقى مثلا خلينا نتكلم كورن فليكس الكورن فليكس اللي ب20 ريال مثلا في السوبر ماركت العادي تلقاه ب70 ريال في الأورجانيك بس عشان أورجانيك بس كيف أنت أورجانيك في بوكس ومغطى وكان في مصنع يعني كيف فهمت الأيديا التفاح فور اكزامبل التفاح تجي التفاحه هذا يعني ما شاء الله مره كبيره كانها بطيخه مو تفاح صدق فانا ما صار عندي انا كونفيوزد صرت مشتته ما اعرف التفاحه الصدقيه اللي مكتوب عليها اورجانيك ب 20 دولار مثلا او التفاحه اللي الكيلو حقها ب 20 ما فهمت وش اقصد فانا ما عرفت وش الصدق وش الكذب لا اولا مساله اورجانيك عضوي تعني خلوه من الملوثات صحيح والملوثات انواع كثيره الميكروبيه الكيميائيه الفيزيائيه الكيميائيه مثل المبيدات العناصر الثقيله الهيفي ميتالز الاسمده بقايا الهرمونات بقايا المضادات الحيويه الى اخره الاشياء الزراعيه كلها طبعا على اساس انه يمنح شهاده اورجانيك في منظمات دوليه تمنح الشهاده يعني مو باي كلام يقول لك اورجانيك ومو اورجانيك لا تمنحه وفيها رقابه الرقابه ذي تزور هيئات على مدى 3 سنين الين تتاكد من ان التربه سليمه من النيماتودا ومن الملوثات والاشعاع والى اخره، الماء نفسه نقي انه ما في اشعاع ما في ملوثات الى اخره، البذور طبيعيه ما فيها اي تعديل وراثي صحيح. ثم الزراعه بعد الزراعه يراقب الانتاج انه ما في مبيدات، ما في اسمده كيميائيه، ما في اسمده حتى العضويه الطبيعيه. طيب دكتور ليش اغلى؟ إيه؟ ما دام هذا طبيعي كله طبيعي طبيعي طيب. طبيعي تجاره انت اللي قاعد تجيب لي كيميائيات وكذا المفروض إيه بس اكمل لك إيه تفضل. فلما يكون في شهادات معتمده انه والله الشركه الفلانيه سواء تنتج فواكه او خضار او غيره انها معها شهادات وعليها سيرتيفايد انه كذا فهذا يبقى ايش الغسيل وإذا كان يستلزم التقشير لا. وبعد الطفح هي آمنة صح. لكن في زراعة نظيفة في أورجانيك عضوية الخوف إلى أنه ممكن يقول عضوي ولا هو عضوي هذه ممكن تصير لأن التزوير موجود في كل شيء لو في الفلوس أكيد. والجوازات وغيره أكيد. إنما حنا نقول أنه الأورجانيك إذا أورجانيك فعلا وهذا منتشر في أوروبا وأمريكا نفسه الآن بعض السوبر ماركت يشترط على الموردين أنه أصلا أورجانيك معنى دخل ما يدخل الا اورجانيك هنا فيه في السوبر ماركت ركن للاورجانيك العضوي وموجود في بعض الشركات تنتج غذاء عضوي اللي هو الفواكه والخضار فانا اقول انه نرجع الى الاورجانيك العضوي نزرع بالبيت يا دكتور نزرع بالبيت ونريح والله العظيم نزرع زراعه البيت يبقى النب برضه حر اي يعني انا ازرع ببيتي وانا عارفه وش التربه اللي انا مسويها مزرعه ازرع مو مزرعه شفت الحديقه هذه صغيره والله احط فيها شيء بس يعني انا ما اقدر ازرع ما احب ازرع
خليك على النعناع والخس ازرعيها ما لا 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 ما احب ازرع من جد. طب انا بس كنت حابه اسال الدكتور عن المايكرو بلاستيك، يعني ايش ممكن يكون ضرره على جسم الانسان؟ بصراحه انا من الناس اللي طايحه في الشاي الاخضر بشكل مو طبيعي، اشرب كاسين ثلاثه في اليوم يعني شاي يعني أخضر. باكياس اي كوب بالشاي. قلنا انه مو هو مخيف مسرطن، انما ممكن على المدى البعيد لسنوات انه ممكن هذه البولي ايثيلين الذرات اللي غير لا ترى بالعين المجرده مع الماء الساخن الجسم تتفاعل يعني لا تؤثر على المسار الهضمي، ممكن تؤثر على اللي عنده مثلا مناعه قليله، ممكن تؤثر على اللي عنده قرحه، عنده مثلا تقرحات قولون جميل. لانها تنفذ من خلال التقرحات هذه الى الدوره الدمويه ونقدر نتجنبها طبعا. هذه دكتور ابراهيم بانه يعني مثلا نفك بس الكيس عشان بس نتجنبها، يعني هي موجوده فقط في التدبيسه هذه. خلي شاهيك عندك بس اسوي شاهي موجوده فرق. نفس البولي ايثيلين نفس الكيس نفس الكيس ماده الكيس اوكي هي اللي فيها مشكله. الحين افهم من كلامك الان دكتور امهاتنا انبسطوا مره من جد. ايوه كشاي نستخدم الشاي التلقيمه او تلقيمه افضل وغسيله غسله سريعه بماء مثلا شطف بسيط بمويه ويستخدم وهذا على الاعشاب وعلى اليانسون اي شيء يستخدم. في ناس تتحجج دكتور تقول لك انه انا والله عندهم هالحجه انا بعلمكم اليوم يعني بعد اذنك دكتور يقولوا لكم ما نعرف نسوي شاهي تلقيمه، شاهي تلقيمه ما يبغى شيء، جيبي كاس شاهي حطي ملعقه شاهي تلقيمه وانقعيه بمويه حاره وانتظري عليها شويات تكون مويتك وسكرك يغلي كبي ذا على ذا واطيب من ذا الشاي ما حد تذوقين من جد طبخ والله في مشاركات كنت او بريق بريق نفسه هي او في الابريق نفسه صح احنا هذه طريقتي مره احبها حلو. طيب دكتور ابراهيم العريفي انا اشكر تواجدك معنا اليوم وشكرا انه انت وضحت لنا كيف نقدر يعني باذن الله انه ما يكون في اي اضرار من استخدام او شرب الشاي بكثره خاصه اذا استخدمنا هذا النوع من انواع الشاي. نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله. امين يا رب. دكتور ابراهيم اشكر تواجدك معنا يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا. نطلع فاصل لكن مكملين معكم.